هلو جايز، ويلكم باك. النهارده فيديو جديد هشارك فيه معاكم اساسيات ملابس الجامعه، ايه الحاجات المفروض تشتروها للجامعه لو هتشتروا جديد، وازاي تنسقوا الهدوم بكذا طريقه، ايا كان هدوم قديمه هدوم جديده وكده. فكملوا معايا الفيديو للنهايه. لو اول مره اشوف القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ما تنسوش تدعموني لايك كومنت، واكتبوا لي ايه الفيديوهات اللي حابين انزلها لكم الفتره الجايه على القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا، وبليز اشتركوا عشان نوصل ل 90,000 مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا اول حاجه احب اقول لكم على الالوان الاساسيه اللي هي ممكن تلبسوها بكذا طريقه وهتمشي معاكم، اللي هو تقدروا تلبسوها في الصيف او تلبسوها في الشتاء في الربيع في الخريف، في اي وقت هتبقى ماشيه معاكم واللي هو موضتها مش بتنتهي، وهو اللون الابيض، اللون الاسود، اللون اللي هو البيج. هما التلات الوانات دول اللي هما بالنسبه لي من الالوانات الاساسيه، سواء بقى طرح، سواء شميزات، سواء بناطيل. طبعا انا في اللي هو الفيديو ده هتكلم معاكم على البنات اللي هي بتلبس بناطيل، والبنات اللي هي بتلبس فساتين، والبنات اللي بتلبس جيبات، فاللي هو كل انواع اللبس اللي هو المحجبات وكده. عشان كده كملوا معايا الفيديو للنهايه، ويلا بينا نبدا بفقره اللي هو البناطيل. بالنسبه لبناطيل الجينز مش هقدر اقول لكم هاتوا درجه معينه، يعني الدرجه مثلا لون فاتح لون غامق او كده، لا دي حاجه ترجع لكم. بس البناطيل اللي انا كنت استخدمه في فتره الجامعه اول نوع من بناطيل الجينز، وهي البناطيل اللي هي بصوا بتبقى بالشكل ده، اللي هي مش بتبقى حزام او مش بتبقى بنطلون وكده، اللي هو بصوا بتبقى على الوسط بالظبط زي كده، وفيها اللي هو الاستيك اللي هو من ورا، فبتبقى نازله نظامها اللي هي بتبقى نازله واسعه كده، اللي هو نظام اللي هو الوايد ليج. بجد البناطيل دي حلوه جدا جدا جدا، هتساعدكم على الحركه، مش هتحسوا انكم انتوا اللي هي مضايقاكم او كده، خاصه اول ايام الجامعه، لانه اول ايام الجامعه دول هتعملوا ورق كتير وكده، خاصه من الجامعه والتسجيل واللي هو التسجيل الطبي والكشف الطبي ومش عارفه ايه. فالبناطيل بالنسبه لي البنطلون اللي هو الوايد ليج ده من اكتر البناطيل اللي انا كنت البسها اللي هو فتره الجامعه. تاني نوع بناطيل برضو اللي انا كنت استخدمها في فتره الجامعه، وهي البناطيل اللي هو بصوا زي كده. طبعا هي مش بتبقى ضيقه على الجسم، هي بتبقى واسعه، ولكن هي قماشتها مش بتبقى جينز، ولكن بتبقى اللي هو زي الليجن كده، ولكن طريه، وزي ما قلت لكم مش لازقه على الجسم وزي كده، لا اللي هي بتبقى واسعه بس هي طريه، يعني مش جينز وزي كده. فاللي هي دي برضو من اكتر البناطيل اللي هي العمليه، واللي كنت البسها برضو في فتره اللي هو الجامعه. نوع البناطيل اللي كنت استخدمه في فتره الجامعه، وهي البناطيل اللي هو بالشكل ده زي ما انتم شايفين، قماشتها اللي هو نوعها قماش وزي كده، واللي هي بتبقى واسعه، وهي بتبقى فيها زي فتحات صغيره، طبعا مش بتوصف ولا بتبين الجسم، ولكن بتحسوا ان هي خفيفه كده، بتخلي الجسم يتنفس بمعنى صح. فحلوه بجد وعمليه جدا جدا جدا، مش عارفه بصراحه اسمها ايه، ولكن هي تالت نوع كنت استخدمه برده كنت البسه في فتره الجامعه. رابع نوع معانا بقى والاخير من اللي هو انواع البناطيل، للاسف اكتشفت ان انا مش جايباه معايا، ولكن هحط لكم صورته هنا او هنا وزي كده. ده بلبسه في حال هوريكم برده صوره ليه زي كده، هحطها لكم هنا. لو لابسه حاجه تحت اللي هو الركبه او تحت اللي هو تحت خالص كده، فاللي هي بتبقى يا دوب باينه من حته الرجلين وزي كده، اللي هي بمعنى صح المناطيل اللي هو لوليتا او ستريتش او زي كده. هحاول اسيب لكم صورتها، ودي زي ما قلت لكم بلبسها لما اكون لابسه حاجه طويله خالص لحد اللي هو تحت الركبه وكده، لان البناطيل دي بتبقى لازقه قوي على الجسم، فمش حلو ابدا ان احنا نروح اللي هو الجامعه بالبناطيل دي ونكون لابسين اللي هو فوقيها حاجه قصيره وزي كده. فدي اللي هو اربع انواع بناطيل اللي انا كنت البسهم اللي هو فتره الجامعه، وبجد من اكتر اللي هو ملابس اللي كانت تريحني بمعنى صح. بعد كده ندخل الفقره الثانيه، وهي فقره اللي هو الجيبات. بالنسبه لانواع الجيبات، تقدروا تلبسوا اللي هو الجيبات منقوشه او جيبه ساده. طبعا انا بالنسبه للجيبات اللي هو الساده كان معايا واحده اللي هو بليسيه زي كده لونها ابيض، وكمان معايا واحده ثانيه لونها اسود، واللي هو قماشتها اللي هو بليسيه زي ما انتم شايفين، بيبقى شكلها زي كده، مش بتلزق في الجسم، مش بتضايق، مش بتخنق، مش بتوصف ولا اللي هو بتبين ملامح الجسم وكده. النوع الثاني معانا بقى، وهي الجيبات المنقوشه زي ما انتم شايفين. بصراحه انا ما كانش معايا غير دي بس، وكنت البسها، وكنت البسها بكذا طريقه، مره على شميز مفتوح، مره على شميز مقفول، مره على تيشيرت مثلا، وكانت كل مره بتدي تنسيق حلو جدا. عشان كده مش شرط يكون معاكي عدد كبير، تقدري تلبسي واحده اللي هو يكون معاك واحده، ولكن تلبسيها بكذا طريقه. فدي اللي هو الجيبه اللي هي منقوشه زي ما قلت لكم، مش عارفه نوعها ايه بصراحه، مش متذكره نوعها، ولكن هي بتبقى بالشكل ده، ونزلت ترند الفتره اللي هو اللي فاتت في مصر وكده. فده بالنسبه برده للنوع الجيبات. ندخل بقى على اللي هو المرحله الثالثه، وهي انواع اللي هو الفساتين. بالنسبه للفساتين، حاولي دايما تلبسي فساتين اللي هو تكون ساده، بلاش اللي هو لو لبست فساتين منقوشه، حاولي اللي هي برده تكون هاديه. يعني انا الفستان اللي انا لابساه دلوقتي ده كنت البسه برده ايام الجامعه، كنت البس برده الفستان ده اللي هو برده ايام الجامعه، وكنت دايما معظم الفساتين بتاعتي بتبقى هاديه،
ولو فيها نقشه بتبقى نقشتها هاديه. زي ما قلت لكم حاولوا دايما انكم انتم بلاش الفساتين تبقى اللي هو الوان اللي هو غريبه او مريبه عشان ما تتعرضيش اللي هو حد يتريق عليكم كده. وده اللي هو النوع الثالث معانا بالنسبه للفساتين. فيلا بينا ندخل على اللي هو النوع الرابع من اساسيات ملابس الجامعه. وبليز ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجايه باذن الله. برضو من الحاجات المهمة في أساسيات ملابس الجامعة هو الجاكيت الجينز. طبعا أنا بحب اللي هو جواكت الجينز، ولكن دايما احرص انك انت اللي هو الجاكيت الجينز اللي انت هتشتريه يكون خفيف، يعني بلاش تشتري اللي هو جاكيت جينز اللي هو تقيل عشان مش هتقدري تلبسيه في فترة اللي هو الصيف. فحاولي دايما انك انت تلبسي اللي هو تشتري اللي هو جاكيت جينز، ولكن اللي هو تكون خفيف، بلاش ان هو انت تشتري واحد اللي هو يكون تقيل وكده عشان تقدري تلبسيه بمعنى صح في الصيف وفي الشتاء. والدرجة طبعا ايا كان جنز فاتح جنز غامق يعني زي ما انت تحبي. فده اللي هو الجاكيت الوحيد الجنز اللي معايا واللي انا كنت البسه برده في فترة اللي هو الجامعة. بالنسبة للشميزات بقى، من اكتر الحاجات العملية اللي ممكن تلبسيها في فترة الجامعة سواء فوق البناطيل سواء تحت اللي هو فوق الجيبات وزي كده، فهتقدري تلبسيها بكذا طريقة، مفتوحة مقفولة بكذا طريقة. فحاولي دايما يكون معاكي شميز اسود، شميز ابيض، شميز بيج، او تقدري كمان تشتري اللي هو شميز الوان اي لون بقى انت بتحبيه او بتلبسيه اكتر وكده. فانا في فتره الجامعه كان معايا اللي هو الشميز الابيض والشميز اللي هو الاسود، وبجد كنت البسهم على بناطيل، كنت البسهم على جيبات، كنت البسهم على جيبه مثلا مفتوح احيانا مقفول. فتقدري تنسقيهم او تعملي اللي هو تنسيقات بكذا طريقه. لو حابين نسوي فيديو تنسيقات اكتبوا لي في التعليقات تحت عشان خاطر اللي هو اعرف اسوي معاكم فيديو تنسيقات للملابس ولا لا. فزي ما قلت لكم الشميزات، بالنسبه للشميزات اختاري الالوان الاساسيه ابيض اسود بيج، او تقدري تشتري كمان واحد رابع يكون اللي هو الوانه زي كده على حسب اللون اللي انت بتحبيه. فده اللي هو اللي هو النوع الرابع معانا. بالنسبه للتيشيرتات بقى، من اكتر الحاجات العمليه اللي ممكن تلبسيها في فتره الجامعه وتشتريها للجامعه، حاولي دايما اللي هو التيشيرتات اللي هتشتريها تشتريها اللي هي تكون اوفر سايز، تكون واسعه وزي كده. بلاش تشتري اللي هو التيشيرت يكون بالظبط على جسمك. حاولي دايما تشتري اللي هو التيشيرتات تكون واسعه بالشكل ده، فبجد هتريحك جدا جدا جدا، مش هتحسي بحر، مش هتحسي بتلزيق، مش هتحسي باي حاجه. فبجد حاولي تشتري على قد ما تقدري تيشيرتات واسعه والوان بقى زي ما انت تحبي، احمر، اخضر، ازرق، اصفر، اخضر، مش عارفه ايه، اي لون اي نوع انت تحبيه. ودايما خلي اللي هو الهدوم بتاعتك قطن عشان خاطر تستحملي اللي هو الحراره. وطبعا اللي هو الجامعه بنقعد ساعات كتيره وكده، فحاولي دايما تشتري اللي هو التيشيرتات الاوفر سايز. بلاش اللون الاسود عشان الاسود من اكتر الحاجات اللي بتمتص اللي هو الشمس وكده، فبجد هيتعبك جدا. حاولي دايما تشتري اللي هو الالوان الفاتحه او الوان انت حباها. اخر حاجه معانا بقى وهي الشمازات المنقوشه. حاولي تشتري كام شميز كده يكون منقوش. بصوا يعني هو مش منقوش ولكن اللي هو لونين في بعض مش ساده، عكس الشميزات اللي انا قلت لكم عليها النوع اللي قبل كده اللي هي بتبقى ساده خالص. حاولي تشتري لك كام واحد كده. وبرده بصوا ده اللي هو شميز ساده اللي هو ابيض وازرق بس، ولكن اوفر سايز واسع كده، فمش بيحرر ومش بيضايق وتقعدي بيه براحتك. وبرده اشتري اللي هو بصوا كده اللي هو بصوا شميز زي كده ولكن منقوش، ولكن اللي هو النقشه بتاعته حلوه، يعني بلاش اللي هو افوره بقى ورد ومش عارف ايه وزي كده. فده اللي هو الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى فاتكم. كل سنه وانتم طيبين. ايه الف مبروك بالنسبه للناس اللي هو اتخرجوا وداخلين الجامعه، وان شاء الله الناس ما يقدروش يدخلوا الجامعه ان شاء الله تدخلوا السنه الجايه وربنا يوفقكم، يعني ما تعرفوش الخير فين. فكل سنه فكل